استبعد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز إمكانية تقديم الأسماء الوزارية بسبب استمرار الخلافات السياسية. وقال الفايز في بيان له أن الخلافات السياسية على الوزارتين الأمنيتين ما زالت مستمرة رغم طرح الأسماء البديلة عن الأسماء السابقة. وأضاف أن الجلسة المقبلة للمجلس ستخصص لطرح بعض المواضيع الثانوية أو لبحث ما توصلت إليه الكتل بشأن الموازنة.